الأطفال اللي عندهم حساسية زي حساسية الصدر طبعا، طبعا نعمل معاهم ايه في الوقت بتاع نزول الحضانة بدري قوي؟ الأم بتبقى عايزة تنزل بدري قبل شغلها توديهم الحضانة، وفي نفس الوقت بتحس ان الوقت بتاع الصبح ده بيبقى صعب عليهم، تتصرف ازاي الأم دي؟ انا شخصيا دايما بشجع الاهل، انا يعني ده تخصصي، بشجع الاهل انهم يعاملوا الطفل اللي عنده ربو وحساسيه زي اي طفل تاني. ما اقدرش اقول له انت مش هتنزل بدري عشان بتاعي، انت مش هتلعب رياضه او في الحوش عشان بتاعي، الام لازم تنزله. اوكي، بس انا بقول ايه، الدنيا برد الصبح بدري، الطفل بندفيه كويس بنلبسه، يرجع يوصل الحضانه يا ريت ما عندوش لابسين بقى ال50 يقلع طبق الجاكيت يقلع اللي بقى هو عشان ما لابسه. يعرقش شويه. فهي العمال عباره عن وقايه، مش حكايه انه مش هنزله بدري ولا مش هرجعه، هي وقايه. أخيرا يا دكتور، الوجبات اللي الحضانة بتقدمها، إيه العناصر المفروض الأم تركز إنها تبقى موجودة في الوجبات دي عشان أكل ولادها يبقى متوازن؟ طبعا تبقى عناصر متكامله، عاده الحضانات كل يوم في وجبه مختلفه، طبعا في خضار، في شويه بروتينز، في كربوهيدرات، اوقات في فاكهه. اوقات كتير الاطفال بيتعبوا من اكل الحضانه، مش الاكل سيء، بيكون في حساسيه معينه، في توابل معينه محطوطه، في خضره معينه او فاكهه معينه الطفل مش بيهضمها كويس، فلازم دايما يكون في تجاوب ما بين الاهل وما بين الناس المقيمين على الحضانه.